وسهلا ام ايوه، السلام عمرو. عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا استاذه دعاء؟ ازيك يا حبيبتي؟ انا بحبك في الله والله. ربنا يكرمك يا حبيبه انا قلبي. بس اسال الشيخ سؤال. انا ابني متوفي بقاله 20 يوم، الحمد الله لله. بقاء لله يا الله يرحمه حبيبتي. الحمد رحمة الله لله. واسعة يا رب. هو عنده 8 سنين. هو دلوقتي في الجنه ونعمه مع سيدنا ابراهيم، ان شاء الله ربنا باذن يبارك الله. في قلبك ان يا رب. هو دلوقتي عارف ان هو مات وساب الدنيا ما تعيطيش يا حبيبة قلبي، ربنا ربنا يصبرك يا رب، يصبرك ربنا ويبرد يصبرك، قلبك ربنا يا حبيبة يصبرك يا رب. قلبي إن شاء الله حاسس ويكتب بينا لك دلوقتي الفردوس الأعلى. وعارف ان هو ساب الدنيا وحاسس بينا. الشيخ أحمد هيرد عليك يا حبيبة قلبي. انا بشوفه على طول في المنام كويس، الحمد لله. بس طبعا بشوفه الحمد لله، اصلا ده ملاك يعني، ده صغير على ملاك، سنه. انا ملاك بشوفه يا صغير حبيبتي، على ملاك. ماشي، اسمعي الإجابة يا حبيبة ربنا قلبي. يصبر الحمد قلبك يا لله. رب، ربنا يصبر قلبك يا رب. 3 سنين يعني لم يجري عليه القلم. 3 سنين زي ما انت ثمان قلتي، سنين ولا او ثلاث خمس سنين سنين 3 سنين 7 سنين، كله يعني في كله الوقت ده طفل هو لم ملاك. يجري عليه القلم. في النهاية هو ملاك زي ما انت حضرتك قلتي. في النهاية يعني اللي زي دول في الجنة، اللي هو في النهاية انت ما عليك الا الصبر. دي عارية، واسترد الله رب العالمين عاريته، فما علينا الا ان نصبر ولا نجزع. ما بقولش ان البكاء جزع، لا، البكاء رحمة، بس بقول لك قولي الحمد لله، انا ابني بفضل الله في الجنة، ابنك ان شاء الله يستقبلك باذن الله تعالى على باب الجنة ان شاء الله. بيعمل فرح كده يوم القيامة، ويبقى عارفة زفة اللي هو يا رب انا مش داخل الجنة الا معايا امي ومعايا ابويا. انت ما عليك الا الصبر، ورب العالمين يقولوا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الحمد.